ازيكم يا بنات، معاكم وعد. وحشتوني جدا جدا. وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وكل مكوناتها من البيت ومش هتحتاجي اي مصاريف. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل يستفاد. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي عشان نشوف الوصفة الجميلة اللي معانا ايه هي. معايا مكون احنا بنتغافل عنه، بس فعلا انا ما بستغناش عنه. ماشي، تحسي كده ان انت هتبقي اصغر من سنك. التجاعيد، التجاعيد جت بعد هم وحزن وتفكير وعدم مثلا اهتمام بالجزء الداخلي والكلام ده كله. علشان كده التجاعيد جت يعني في وقت كبير، فمش هتنتهي بسرعه قوي يعني. عشان بس ما حدش يضحك على عقولكم ويقول لك ايه الوصفه دي، من اول مره التجاعيد بتختفي. حاجه جت فترة على فترة على فترة اتكومت، وبعد كده مش هتمشي من أول مرة يا جماعة. فلازم احنا كمستمعين برضو نفهم كويس قوي. التجاعيد نغذي الجزء الداخلي زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده نعمل المكون ده يعني يوميا نعمله، نعمل حبة منه في البخاخ ونستعمل يوميا منه، وتشوفوا النتائج انتوا بنفسكم هتكون ايه. شد، ترطيب، تفتيح، مش معقول، حاجة كده حلوة قوي قوي. انا واحدة من الناس اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ناس كتير بتشوفني تقول لي لا انت ما نديكيش 32 سنة. هقولك على السر اللي معايا ايه وتعالوا بسرعه. يلا شوفوا معايا ده، بس يا عم كده ده، بس انا لسه مخلصاها حالا. دي ماء السلق بتاع المكرونه، ماء السلق بتاع المكرونه. طب انا مش هعمل مكرونه، وانا لازم اتاخدي مثلا نص كيس مكرونه. ماشي، ما تحطيش ميه كتير، ما تحطيش ميه كتير. ليه؟ لان لو ميه كتير، الميه الكتير مش هتخلي المادة اللزجة دي تنزل كلها من المكرونة. يعني مثلا نص كيس مكرونة عليه نص لتر مية، نص لتر مية. المية تغلي قوي قوي بدون ملح بدون أي حاجة خالص، ولا زيت ولا أي حاجة، تغلي فقط. بعد كده تحطي كوباية المكرونة مثلا وتقلبي كويس، هتنزل كل النشويات اللي فيها كلها. هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوريه لكم ثواني. بصوا كده بس عشان بس ايه الكاميرا، بصوا الشكل تقيلة ازاي، او هي تحت عشان بس البخار. بصوا تقيلة ازاي وبيضة قوي ازاي، لان انا بغلي المكرونة او بخلي المكرونة تتهري قوي قوي لحد ما تنزل كل العصارة اللي هي فيها. بصوا بقى بعد تحس ان بتاع ملزقة زي. بصوا كده بس كده يا واحدة، دي او دي الخطوة الاساسية اللي انا باخدها. باخد مثلا انت عايزة تعملي كمية كبيرة، مفيش ادنى مشكلة خالص، تعملي وتحطي في برطمان زجاج وتعينيه في التلاجة لحين استخدامه. بعمل ايه بقى انا؟ بجيب معلقة دقيق، معلقة دقيق الذرة، دقيق الذرة، وبنزل عليه المكون بتاعي. بنزل مثلا معاه معلقتين. تمام يا جماعه، انا قلبته كويس قوي زي ما انتم شايفين كده اهو، بقى كريمي. ايه اللي هيتم؟ طبعا عايز البهدلات من دي. ايه اللي هيتم بقى لما نيجي؟ شرط لما نيجي نعمله ما نتكلمش خالص، نقعد على السرير نسترق كده ظهرنا، نبدا نوزع الكريم بتاعنا ده على البشره. بشره نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص، ولا كريمات ولا ميك اب ولا اي حاجه. نوزعها كويس من عند العين كده والجبهه وكل البشره كويس، ونقعد 10 دقائق لحد ما نحس ان البشره اتشدت بشكل غريب. هي تشد جامد جدا جدا. تمام، لان انا معايا كده مكونين اساسيين. طب ممكن الناس تقول ايه ماء المكرونه دوت، ما ممكن نحط نشا. لا، انا عايزه الميه دي ضروري، انا بستعمل دي، فالتجربه بتيجي على دي. هنعمل دي، وبعد 10 دقائق هنحس ان البشره شدت جدا، هنقوم نغسلها بميه فاتره من الحنفيه، ميه بارده عشان انا بتلخبط، ميه بارده من الحنفيه. وبعد كده ما ننساش مكعب التلج علشان نغلق المسام، ما ننساش مرتين في الاسبوع مقشر. تمام كده، وبعد كده نحط الكريم المرطب بتاعنا. بس دي سهله وبسيطه مش مكلفه خالص. طبعا يعتبر انا قلت حاجه، انت اول ما تخلصي وبصي نفسك في المرايه وشوفي الدنيا هتبقى فيها ايه. يوم ويوم ويوم لمده اسبوع واتفرجي على النتائج. غير التفتيح والترطيب، اتفرجي على شد الوجه، حاجه كده ملهاش بديل. سيبك من اي حاجه تانية، جربي دي وان شاء الله هتدعي لي جدا جدا. يعتبر انا قلت كل حاجه. تتعمل يوميا قبل النوم عادي براحتك خالص، الصبح براحتك خالص، مش مشكله خالص، في اي وقت يعجبك، المهم يوم، كل يوم يعني. واهم شيء غسل البشره بمكعب التلج بعد ما نغسل البشره.
مكعب التلج ما ننساش. من يعتبر قلت كل حاجه، لو نسيت حاجه بقى بكتبوا لي في تعليق وانا هرد عليكم. ممكن يكون نسيت حاجه بقى معينه. في ناس هتقول لي طب احنا ممكن نعمل دي الكريم ده ونعينه في التلاجة. لا ده هينشف، ده هينشف، ده وقتي ووقتي. انا هعمل دي، هعمل المكون ده واعينه في التلاجة حاجه زجاج كده، تمام كده. لكن يوميا الدقيق اللي هعمل بيه الخلطه يوميا، يوم 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 على طول كده، مفيش بديل، لان هي هتنشف، مسافه ما تسيبها هتنشف خالص. كده انا قلت كل حاجه خلاص. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.